وصلكم صوتنا الناس اللي اخترتوا تتابعونا على 93 وبيان 3 دبليو في الحياة فان بوانات. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. انت نهارك بالصحة والاخبار اللي هي في ماتينال كله ايجابية. ماتينال الحياة الاقرب ليك. شكرا سيد احمد في الاخراج التقني، يعطيك الصحه. كيف كيف سيف ديب والعريس مجرو، تحيه كبيره برشا سينو. لقيت هذايا هو موعدكم اليومي كما العاده، جوله في اهم ما جاء في الصحف التونسيه بتاريخ اليوم. تسويت في ريفيو دو بريس. ريفيو دو بريس، قراءه في عناوين الصحف الصادره اليوم. سهام صباح النور ومرحبا. بونجور حسام احمد سيف تو الموند اللي يسمعوا فينا على اذاعه الحياة فهم. لقيت هذا نقراو شنو كتبت صحف تونسيه لليوم. نبداو بجريده الشروق، ترجع على ملف التسفير، والمره هذه تاخذ تصريح فاطمه المسدي النائبه السابقه اللي هي اللي رفعت الشكاية في شهر ديسمبر 2021، واليوم فما برشا مستجدات، سواء إطلاق سراح عدد من المتهمين، وإلا زاد البطاقات الإيداع في حق عدد من الأشخاص الآخرين. فاطمة المسدي تقول بأنه في نهاية الأمر راهو القضاء مازال ما برأش المتهمين في قضية التسفير، تستنكر وتقول الناس اللي قلوا من قيمة هذه القضية وإلا اللي يدعيوا أنه الملف فارغ فهذه تعتبر مغالطة حسب تعبيرها، ووصلت حتى تقول هي جريمة، يعني تجرم هذا الأمر. تقول أنه ما تتوقعش على الإطلاق عدم محاسبة المتورطين، يعني مش تتم المحاسبة، وهو ملف كبير برشا الحقيقة. سينو زادة نحكيه على القانون الانتخابي في صفحة 4، هل انتهى دور الأحزاب بهذا القانون الانتخابي؟ حاتم العشي يقول الأحزاب الكبرى ستسيطر على البرلمان بشخصيات مستقلة. منجي الحربيوي يقول القانون الانتخابي الجديد سينهي الأحزاب. وفي نهاية الأمر حسام، إذا كان فما حزب مهيكل وكبير وعنده قواعد، يعني فإنه باش يتحصل مثلا على 400 تزكية وباش يقدم مرشحين عليه، دونك راه هو الأحزاب الكبرى. إنما الأحزاب الصغرى اللي كانت راهي تعمل على الهواء مش باش تدخل إلى البرلمان وغيره، فباش تلقى برشا صعوبات. وكنا طرقنا في عدة مناسبات للقانون الانتخابي، شكون معاه شكون ضد، شكون يقول لك إيه والله إيه خلي حد من يعني من قوة الأحزاب وتحكمها في المشهد السياسي. فما شكون يحب يخوضها التجربة الجديدة هذه بقانون انتخاب جديد ونظام اقتراع جديد، فما شكون يقول لك ليه. فما أحزاب مقاطعة ديجا، معناها فما برشا أحزاب أعلنوا أنهم مش يقاطعوا الانتخابات في علاقة بالقانون الانتخابي بالضبط حسين. دونك برشا أحزاب مقاطعة، جبهة الخلاص، عبير موسي، غيرها من الأحزاب الأخرى. حركة النهضة لحد الآن ما أصدرتش موقفي، أما بتشارك ولا ما تشاركش ولا شنو. في كل حال هي مقاطعة مسار 25 جويلية بشكل كامل، ما نعرفوش، مازالت ما قالتش على كل حال شنو موقفها من القانون الانتخابي ولا الانتخابات التشريعية. سينو زيدا تقرأ في مذكرات رئيس الحكومة الأسبق لحبيب الصيد اليوم، يقول محمد عبو كان لديه مشروع إصلاح وقت اللي معناها تقلد منصب في الحكومة. يحكي زيدا على استشهاد شهيد شكري بالعيد، ويعني تفاصيل كيفاش عاشها حتى ليزيموسيون اللي عاشهم يعني في اغتيال الشهيد شكري بالعيد. هي الحلقة رقم قداش هذيك في مذكرة؟ الحلقة رقم 74. حلقة رقم 74. سينو زيدا حسام نقرأ في صفحة 8، على طالبي الشغل مكاتب تشغيل وهمية تتحيل على الشباب، يتم استقطابهم عبر تطبيقات فيسبوك وانستغرام وتيك توك. ساعات تلقى فيديو يحكي لك اللي فما فرص شغل وباش تبعث اوراقك ومعناها تقوم بالاجراءات اللازمه. ساعات تلقى دي ستاتيو هكا ولا مواقع هكا دي سيت وكل شيء، في نهايه الامر معناها ينجموا يطلعوا يتحايلوا على الناس، ياخذوا معطياتهم، ياخذوا فلوسهم، كما في الايميغراسيون يعطيوا امل خايب يعني للعباد. بالضبط، كما في الايميغراسيون مثلا تلقى ساعات في الريزو سوسيو كما قلت انت تيك توك انستغرام وتيك توك، تو الناس قاعده تخدم عليه بالكدا بالكدا، ومعناها ندعو من المنبر هذا الناس
الناس اللي يسمعوا فينا توا كانوا يستغلوا تيك توك الايجابي مش تيك توك اللي قاعدين نشوفوا فيها ما توا قاعدين ماشيين في منحة وتوجه تيك توك الايجابي وفما يعني كونتينيو محترم نوعا ما موجود حاليا في الـ في الـ في التيك توك حسيلو هو فما ناس يعني تختار تعطي لي كونترا طرق الهجره فما دي بيرو مم حتى معناها دي بيرو وهمي نوعا ما في علاقه بالهجره يلعبوا عليك البوان نتاع الانسان اللي يحب يخرج اللي دي غوتي من الوضع الحالي اللي نعيشوا فيه في البلاد ويحب يخرج من البلاد دونك يلعبوا له على البوان هذيك وبرشا ناس الحقيقه تعرضوا للتحايل جراء المواقع هذه اللي كيف يمشي ومعناها يسافروا يلقاو اللي ما فماش لا شركه ولا فما كونترا ولا فما حتى شيء يلقاو في دي بيرو خسروا فلوسهم وما لقاو حتى شيء غادي يلقاو روحهم في اشكاليه كبيره برشا دونك الناس ردوا بالكم واللي يحب يخرج هذيك قناعته هو الشخصيه اما عبر مسالك قانونيه ومضبوطه ومحدده سينو في جريده الصحافه لليوم يمكن البلا برينسيبال اليوم في جريده الصحافه هو حريه الصحافه والتعبير المرسوم عدد 54 نلقاوه في الافتتاحيه تعلق على هذا المرسوم تقول المخاطر والمنزلقات يمثل تهديد للصحفيين للعمل الصحفي لحريه التعبير باعتباره جاء مطلق معناها الالفاظ اللي جت في هذا المرسوم وفي الفصل 24 بالتحديد مطلقة ينجم أي حاجة تتأول سواء انشرت سواء شاركت سواء عملت أخبار سواء شنوليو بلاغاتك هاو حتى البلاغات تشوف فيهم راه ينجم يطلع بلاغ معناها مش هذا يعني دور الصحافي الصحافي راه هو اللي يكشف الحقيقة مقيد نوعا ما راه توا بالقانون هذا مقيد نوعا ما دونك حسين راه صحافي يبحث على الحقيقة يعمل استقصاء ويكشف للرأي العام من حق العباد تكشف مش نخبيه يعني احنا كي مش نجيو نخبيه الوضع يعني حلينا المشكلة احنا طب مش ما حليناش وهذيك ما هوش دوري اني نخبي انا الوضع وإلا اني نزين الوضع دونك راهو زيدة الصحافة هذيك هي المهنة وهذيك هي الدور اللي تلعب به سينورة وما اسمهش سلطة رابعة هي يعني. هي عندها عنا الدور الإخباري في نفس الوقت زيدة البحث عن المعلومة وعن الحقيقة معناها هذا هو الأهم نتصور حتى من وانتي حسين أرجع شوية شوف للصحافة قديش كشفت من موضوع هذا هو بالضبط وقديش خدمت على مواضيع معناها حساسة مواضيع حارقة وكشفت برشا حقائق معناها للرأي العام نلقاو زادة مقال في الصفحة الخامسة والصورة اليوم في جريدة الصحافة تشوفوا فيها على الإكران تاعنا في الفيديو هي قلم صحفي مكبل باك الأسلاك الشائكة هذيك اللي اليوم ما عادش ينجم الصورة هذه نسيناها مريناهاش عنا سنوات قديش عنا مريناهاش خايبة برشا التصويرة هذه دونك تقول لك المرسوم 54 يقوض الحق في حرية التعبير والصحافة وتحكي بالمناسبة على 30 منظمة حقوقية وجمعية حقوقية اللي أصدروا بيان مشترك وطالبوا فيه بإلغاء هذا المرسوم ويعتبروه خطر داهم حقيقي باعتباره بشي كبلك ما عادش نجم تحكي في حتى شيء ما عادش نجم تعمل حتى شيء هذا راهو مش معناه احنا رانا مع الاخبار الزائفه ولا الشائعات باديتو هذه الاخبارك اللي تبحث فيها الحقيقه واللي تحكي فيها على الوضع واللي تنقل فيها مشاغل الناس واللي تنقل فيها صوت المواطن اليوم العادي اللي ملقاش مثلا مواد اساسيه ولا غيره ذاك الكل راهو نجم يمثل ضغط ايجابي على السلطه لتغيير من الواقع ولا باش تخدم على كل الجوانب هذيك مش معناها مستهدفين اكس ولا اجري احنا نطرحوا الاشكال اللي تعاني منه الجهه او الجهات نتاعنا ومن بعد نخليه الحلول ونقترحوا اذا كان عندنا حلول نجم ونقترحوا حلول بيان سور ونخليه القرار لاهل القرار لكن احنا نطرحوا الاشكال نجم يكون المسؤول اكس ما يعرفش اللي عندنا منطقه في السودان فيها نسبة متاع فقر كبيرة وما عندناش منطقة اسمها المناسة تبعد على مركز حاجب العيون 25 كيلومتر وتلامذة يتنقلوا على ساقيهم دونك احنا نطرحوا الاشكال ونحاولوا اننا نبحث على حلول لكن الدور الاساسي هو طرح القضايا اللي تهم الجهات نتاعنا كيف يجي يقول لك انت تقويض الامن فوالا كيف يجي يقول لك انت راوي نجم يتحسب لك تقويض الامن العام شو مش شو موسع المجال هذا نتاع الامن العام والا اثاره الهلع في البلبله والهلع معناها تخويف الناس بديتو معناها علاش باش تخاف انت باش تنقل الحقيقه من اجل انه السلطه هي تقوم بواجباتها وهذاك هو دور الاعلام يعني في نهايه الامر هو ديجا حتى رقابه الصحفيين عبرت على الموقف نتاعها اللي هي ضد هذا فوالا وقالت اللي هي باش تلتجا الى المحكمه الاداريه اذا كان رئيس الجمهوريه ما يقومش بتعديل هذا المرسوم المرسوم الدستور سينو في جريده
بالذات المغرب لليوم تقريبا نحكيه على أولويات التوانسة. نشوفوا أنه مثلا اليوم على المستوى السياسي رئيس الجمهورية عنده أولويات أخرى، القانون الانتخابي، الانتخاب التشريعية القادمة، في فترة سابقة الدستور، الاستشارة الإلكترونية غيرها. اليوم في المغرب نحكيه على الحاجة إلى السكر والزيت والماء والحليب أهم من الحاجة إلى نظام ديمقراطي. يظهر لي لازمنا نعدلوا وإلا نغيروا أولويات التوانسة. كما زادت تنجموا تقرأوا آخر التفاصيل على ملف التسفير إلى بؤر التوتر، التحقيق يسرح لعريض وفريخة ويودع الرئيس وزويري والبلدي السجن. أيضا نحكيه على ما يحدث في السلك القضائي ورفع الحصانة على رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحميدي. الجمعية تستنكر هذا الإجراء وتنبه من ضرب الحق النقابي وتؤكد أن الشكية كيدية على حد تعبيرها. سينو زادة عنا برشا مواضيع في جريدة الصباح لليوم، عنا ما نقرأ على المواد الأساسية في صفحة 6، أزمة الزيت المدعم، المنظمات المهنية تتبرأ و 9000 طن تصل قريبا. نحكي أيضا على المدارس ولا بعض المدارس، يعني فما 10000 مدرس لم يلتحقوا بعد بالمدارس، علاش؟ بسبب مذكرات الحاق غير قانونية. دونك العودة المدرسية راي فيها برشا إشكاليات تتعلق بالإطارة التربوية، وفما برشا يعني إشكاليات يعني عند وزارة التربية لازم تشتغل عليهم. اليوم 10000 مدرس ما التحقوش بالمدارس متاعهم إلى حد الآن. رئيس حركة عازمون في تصريح العيش الزمان في تصريح لجريدة الصباح يقول منذ 2011 ونحن نعيش في عالم تحيل سياسي. سينو زيدا في الصفحة 7 مقال على الاقتصاد الموازي بسبب انهيار القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، التجار يهجرون نحو الاقتصاد الموازي والدولة عاجزة. الاقتصاد الموازي يستأثر بأكثر من 56% من الأنشطة الاقتصادية والنسبة في ارتفاع مستمر. 56% نسبة كبيرة ياسر. بحكي وزيد على أنه الاقتصاد المنظم في خطر اليوم بعد تنامي الاقتصاد الموازي وتجارة التهريب والبضائع المقلدة في ازدهار. أكثر من 1 مليار دينار يتم تداولها سنويا في بعض المناطق الحدودية. وحسب هذا المقال فإن الخبراء حذروا من تنامي الاقتصاد الموازي على حساب المنظم وطالبوا بمعالجة فورية لهذه الأزمة. والحقيقة المطلب هذا راه قديم متجدد، ديما نطالبوا بأنه يتم دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الوطني، وهكاك الفلوس تدخل في السيركوي معناها العادية متاع الفلوس في القطاع المنظم، ونجموا معناها خطوة من الخطوات الأخرى اللي نجموا راه نحسنوا بها الوضع الاقتصادي في البلاد. واضح، يعطيك الصحة سهام، شكرا لك لله على كل هذه المعطيات. سينو اليوم ريكاب ما فماش، اليوم ما فماش ريكاب، دونك تستنوا سوار من نصف النهار حتى أيوة. الماضي ساعة إن شاء الله متابعة ممتعة للجميع. اليوم موضوعنا باش يكون في من نصف النهار حتى الماضي ساعة مع سوار على منطقة سيدي سعد، المشاريع المعطلة، أهم يعني مطالب أهالينا في منطقة سيدي سعد، وباش يكون كل أسبوع إن شاء الله يقع تسليط الضوء على معتمدية من معتمدية ولاية القيروان، وندخلوا حتى العمق أريف ولاية القيروان ونسلط الضوء على أهم القضايا ومشاغل أبناء ولاية القيروان في مختلف المعتمديات. سينو هذا شنو كان عنا بالنسبة لليوم في ريفيو دو بريس. ريفيو دو بريس، قراءة في عناوين الصحف.